والله انا بنام بضرب النار يا طنط، انا حتى مش عارف اشوف فريده. يا حبيبتي والله انت وحشاني. خليكي معايا يا طنط لحظه. عبد الله جه بيجيب حاجه وجاي على طول يا باشا. طب ما يجي بعتولي يا ابني. اوامر سعادتك يا باشا. ايوه يا طنط معاكي، ربنا يخليكي ليا. طيب يا حبيبتي ماشي. يا ريت والنبي. ماشي سلامة الله. سلام يا حبيبتي. سلام سلام. ازيك يا عم سعد؟ الله يسلمك يا باشا. قهوة يا باشا؟ بسرعة. حاضر يا باشا. المرة دي بيه فين؟ في مكتبه يا باشا. طب انجز انت القهوة بسرعة. ماشي يا باشا. سيد بركات بعد سنة. راضي صباح الفل. ايه وراك حاجة ولا ايه؟ طب تعالى تعالى. ايه يا راجل يا طيب؟ ايوه يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. قهوة الباشا؟ طبعا يا باشا. مظبوط. ايوه يا باشا. بونجورنو يا باشا. بونجور يا ابن الناس، اقعد. ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ عايشين. اي خدمة يا باشا يا طالب؟ شوف بس راضي بيشرب ايه. كوباية شاي يا عم سعد. ماشي يا باشا. وإزازة مية. ماشي يا باشا. خد مية. اهي مية. معلش يا باشا، انت عارف في الدايرة العبيطة اللي فيها ما بعرفش اشرب مكان حد. ياض وانا حد ياض. العفو يا باشا، بس لا يعني هعمل ايه؟ خلاص براحتك، امسك نفسك. بصيت في الملف ده؟ بصيت يا باشا. ايه رأيك؟ والله اخر حكم ما خده كان من 7 سنين، ودلوقتي بقى له 4 سنين شغال في بضاعه الصيني. فين؟ مخزنه في شارع 8 قرب الحكر. طيب اعمل لي اذن نيابه كده عشان عايزين نزوره زياره خفيفه. والله يا باشا احنا عملنا تحرياتنا، بس المكان قديم وشغال من زمان، وعشان اطلع اذن نيابه مفيش، المكان مش عليه اي شبهه. يا ابني مش هنغلب يا ابني. الراجل ده ليه واحد من رجالته مات في مكتبي هنا. لازم تتصرف. مش كل حاجه هحتاجها هلجا للباشا الكبير ده، في الاخر ابويا يا عم راضي. تحت امرك يا عمر بيه، احنا هنجلب. ايوه كده اظبط نفسك. بقولك ايه، ايمن باشا في مكتبه. مكتبه. طيب باشا يا كبرنا، عامل ايه؟ انت فاضي ولا مشغول؟ طب بقولك ايه، انا عايز اعدي عليك عشان عايزك في موضوع مهم قوي. طب ماشي، هجيب راضي واجيلك. ماشي يا باشا. تعليمات سعادتك يا باشا. سلام يا باشا. تعالى معايا هوريك ايمن باشا في سكه جديده خالص، بس لو ضحكت هبهتلك. قوم. اتفضل يا باشا. اسد الداخليه كلها. حبيب قلب اخوه، صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا باشا. عامل ايمون. شبل السنين عم راضي. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. اتفضلوا يا رجاله. اقعد يا راضي اقعد. ايه عسليه يا ابن العسليه؟ ايه ما بتفكرش عدي عليا لما اكون معاك ابوك؟ ايه بتخاف تتوه يا راضي؟ والله يا ايمن باشا البيه مش مخلينا ناخد فرصه حتى نتنفس. الله يعينك يا عم. ربنا على اول مفتري. انت بتشتكيني يا اب؟ انا اقدر. ادخل. حبيبي عجميه. خدمتين يا باشا. ايه خدمتين يا باشا؟ طب ازاي اتكلم معاك ولا اطلب منك حاجه بالوش ده؟ يا عم فك الوش الجبس ده، خلي الحياه تمشي. لا مؤاخذه يا باشا، عندي صداع في البيت يا باشا. طب لما يمشي الباشا بقى تعالى نحل الصداع بتاع البيت. ماشي يا باشا. ماشي يا جبل.
يا عم لا حنين ولا بتاع. اي ريحه طيبه اتت بك يا مولانا. عايز اعمل كبسه على مخزن سيد بركات تشتهر بامريكاني. ده اللي قالك عليه الواد قبل ما يموت؟ هو ده. وده مخزن ايه؟ مخدرات؟ بضاعه صيني. فرافيت من اللي بتتباع على الرصيف وفي المترو والكلام ده. واضح ان هي دي الستاره اللي مستخبين فيها عشان يبيعوا المخدرات بتاعتهم. يعني نذبح ونجيب اذن النيابه؟ يا عم اذن النيابه ايه؟ وانا عايز اذن النيابه كنت جيت لك، ما كنت هكلمك في التليفون. انا عايز اقعد معاك نفكر مع بعض كده انا وانت وراضي. هنخش الحته دي ازاي؟ طب المنطقه دي فين يا معلم؟ الحكر شارع 8. شارع 8؟ الله، انت عايز جو احتراف احتراف بقى؟ امال انا جاي لك ليه؟ جاي لي ليه؟ طب ده قول لنا. امانه راضي؟ يا ريوكو لو احتراف احتراف. لا على قديمه وعلى قديمه يعني. ما فيش موسيقى تصويريه. خليني الواد دلوقتي استنى الشاي وكوباته ويقلبها على وشه. قلبي هنا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف بس انا راضي؟ ما جربتش. بكره هتجرب. بكره تعدي عليا هديك عند الكشاف نور وهدنا كده عشان ما حدش يغرشك. وريني جزمتك يا باشا. يا نهار ازرق. دي اساسا سعرها يساوي 3 شهور لاي كشاف نور. حرام عليكم يا زلمه. الناس مش لاقيه تاكل. والله يا ايمن بيه ده واحد صاحبي جابها لي من بره. ماشي. بص يا عم راضي، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عندنا 4 طلبات مهمين جدا. اول ما تروح هناك عايز اشوف اوسع مدخل للحاره فين وازاي. نمره 2 الاسطح اللي موجوده، واهم حاجه السطح القريب واللي كاشف للمخزن. تمام؟ تمام. ثالث حاجه بقى، ودي عايزه منك صعوبه شويه، تكشف لي اذا كان في حراسه على الاسطح، في نظرجيه، كل ده بطرف ثاني عشان ما تكشفش. اوكي؟ تمام يا باشا. الاهم بقى ان تشوف لي اذا كان في ابواب جانبيه ولا لا، ولو كان في ابواب جانبيه مفتوحه ولا مقفوله. تمام. أوكي؟ تعرف راضي ولا نجيب حد يعمل الحاجات دي قبل كده؟ عمر بيه ارجوك طلع دي عليا. الشاب سخن وشاط وريحته طلعت، اضمنهولك برقبتي يا معلم. هينفذ هينفذ. ادخل. مساء الخير يا معالي باشا. في ايه يا امين جمعه؟ في سعادتك يا باشا، عيل من 3 عيال جم امبارح عامل قلق في الحجز. على هو ابن الرافه ده اشتغل لنا ولا ايه؟ بعد اذنك عمر بيه. مستنيك. اتفضل. ثابت. عايز ايه يا ابن المفضوح؟ عايز اخرج يا باشا، عشان لو ما خرجتش هيبقى في شرايين بتتقطع ودم بيسيح. في عزك يا سلطان؟ يا وسخ يا ابن الكلب. قسما بالله العظيم ده شردك يا ابن الواطيه. الواد ده هينام وين؟ بعد يا باشا. هات لنا يا عم 3 ليمون. خير يا عم اي؟ رب رشامه وسخ ابن كلب. هو اتنين معاه حاولوا يغتصبوا بيت اسمها رباب في المنطقه عندهم، بس ربنا ستر ما عرفوش يطلعوا منها حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. الواد من المنطقه ولا غريب؟ منطقه. ده ساكن معاها في البيت ابن الجزم. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه تلاعب. نعم يا اخويا. عمر اسمه تلاعب، مش طالبه هزار هي والنبي. خلاص يا عم ما تزقش. واضح ان البنت صعبت عليك قوي يا حنين. هي حلوه؟ لا انت شكلك النهارده ناوي تطرد. وانا بقى حقلك منين؟ سحبناه سحبناه. البنت عملت محضر طيب؟ عملت محضر. والواد طبعا انكر. انكر؟ هو والاثنين الجزم اللي معاه مربطين مع بعض. المشكله يا اخي ان انا مش عايز اوديهم النيابه الا لما اخلص الموضوع. وانت اللي هتخلص الموضوع ده يا عمر بصراحه.